بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلاب. درسنا لهذا اليوم هو حل موضوع الرؤية الثالثة القواعد والأمان الإلكتروني من كتاب الاجتماعيات للصف الثاني عشر الفصل الدراسي الثاني. أتمنى أن تستفيدوا من هذا الدرس وأن ينال إعجابكم واستحسانكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على علامة الجرس ليصلكم كل جديد. Thank you.